ومعنا أولى المكالمات الهاتفية. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. معك أبو عمرو. نعم. من الكويت. أهلا بيك يا أستاذ أبو عمرو، أهلا بكل المصريين والعرب المغتربين في كل مكان. نعم. الله يسلم حضرتك. سؤالي وسلامي للشيخ سلامة. سلمكم الله. الله يسلم عليك. أنا سؤالي في الزكاة. تفضل. الزكاة. دلوقتي أنا لي أموال في مصر وأموال خارج مصر. نعم. الأموال دي كده الصوت كويس؟ نعم أسمع. نعم نعم. الأموال ديت كشهادات استثمار وسندات في البنك. نعم. فهل لي إني أطلع من أرباحها 10% ولا لازم من كل رأس المال 2.5%؟ طيب، هذا هو السؤال ولا عندك سؤال آخر؟ لا، هذا هو السؤال. ده أموالك الموجودة في مصر. أما الأموال الأخرى الموجودة معك فهي أموال خارج مصر، دولة تانية، في تجارة أخرى مختلفة يعني. لا مش تجارة، برضو في البنك وبرضو مقفولة كشهادات كودائع في البنك. نعم. طيب، ونفس الحكاية أرباح برضو. حاضر يا فندم، نجيبك إن شاء الله تبارك وتعالى. بارك الله فيك. نعم. شكرا المتصل الأستاذ أبو عمرو من الكويت. يعني موضوع الزكاة وشهادات الاستثمار والأموال المجمدة. نعم. نعم. أولا، الزكاة فريضة فرضها الله تبارك وتعالى في مال العبد، لكن المال ده لابد أن تتوفر فيه مجموعة شروط، منها أن يكون بلغ النصاب، والنصاب إما نصاب الذهب أو نصاب الفضة، أن يكون حال عليه الحول، أن يكون مملوك بشكل حقيقي في ملكية صاحبه، والشرط الرابع والذي اشترطه البعض واستثناه البعض هو أن يكون معرضا للنماء والزيادة. البعض قال في زكاة المال المدخر، لكن الأصل عند المتفق عليه عند جمهور الفقهاء أن يكون معرض للنماء والزيادة، يبقى الأربع شروط دول. وليه أنا بقول المقدمة ديت؟ لأنه ليس كل المال تجب فيه الزكاة، لكن هي فكرة بقى أنه هو معرض للنماء والزيادة، دي هي دي اللي هتجب فيه الزكاة. نعم. يعني بالتعبيرنا اليوم مستثمر. وشهادات الاستثمار من اسمها يدل على مضمونها. فهي أموال مستثمرة من صاحبها مع البنك بعقد استثمار. نعم. العقد اللي هو شهادة الاستثمار. وبالتالي هذه الأموال رأس المال زائد الأرباح تكون عليه زكاة، كل المال ده عليه زكاة، وقيمة الزكاة أو يعني تبقى 2.5% من رأس المال زائد الأرباح. بعض الفقهاء وبعض المجامع الفقهية تكلمت مؤخرا عن المال المدخر في البنك كوديعة، أو حتى وإن كان مستثمرا يعني، واعتبروه زي ايه بقى؟ زي زكاة الزروع والثمار. نعم. نظرا انها شهادات مجمدة. ايوه بالضبط. نعم. كده. نعم. قال لك ممكن نقيس المال الموجود في البنك ده كقياس زكاة الزروع والثمار. نعم. وزكاة الزروع والثمار لو انت اللي بتروي بماء أنفقت على استخراجه من الأرض ومواتير، وعملت شقيت قنوات أو عملت ري بالتنقيط، فأنت صارف، فيقول لك يبقى الزكاة عليك بس نصف العشر. أما لو كان المال الزرع بيروى بماء المطر،
فأنت ما عندكش أي تعب ولا مصاريف، فيبقى عليك العشر. فبعض الفقهاء، أقول بعض الفقهاء أو بعض المجامع الفقهية، قاست هذا المال الموجود في البنك على زكاة الزروع والثمار، وقال لك يبقى نطلع من الأرباح كلها، من الأرباح اللي هم بيسموه الدخل اللي بيجي من المال، هنطلع منه العشر وليس ربع العشر. خدوا بالكم في الحالة الأولانية اللي اتكلمنا فيها انه رأس المال زائد الأرباح يبقى ربع العشر، لكن في الحالة دي يبقى العشر كاملا. نعم. فالرأيين في الحقيقة رأيين معتبرين. وأنا لست من أنصار إن إحنا نحجر على رأي طالما أن الأمر فيه سعة للناس. لكن خد بال حضرتك أيها المزكي، إذا خيرت بين أمرين وحسبت حسبتك فلقيت المسألة الثانية أو الاختيار الثاني هيخلي الزكاة أقل، وبالتالي منفعة الفقير ستقل، يبقى اختار اللي فيه زكاة أكبر ومنفعة أكتر للفقير. خدوها مبدأ كده يعني. ليه؟ لأنك تتعامل مع الكريم سبحانه وتعالى. ما شاء الله. الذي قال عن نفسه: عبدي أنفق عليك. فلو حسبت الزكاة ولقيتهم مثلا هيطلعوا 3478، يبقى يا سيدي خلاها 5000. واخد بالك من الفكرة؟ لما تيجي تحسب ربع العشر وتلاقيها هيبقى أكتر، لأنه من رأس المال زائد الأرباح أكتر من العشر على الأرباح بس، فهنا هتطلع 2000 وهناك هتطلع 5000. خليها في 5000، الله يرضى عنك. لأنك في فرق كبير انك تتاجر مع الله ب5000 او تتاجر ب2000، وانت عندك اختيار ان هم يبقوا 5000. فخدوها مبدا، لما تخير بين القليل في التجاره مع الله او الكثير وانت تقدر يعني، اختار الكثير، لانه في النهايه الفرق ده انت هتاكل وتشرب بيه، فهيروح كده يعني في الاخر. وفي كل حالات هناكل ونشرب يعني، محدش بيموت من الجوع. فإذا مات الإنسان من الجوع مات، لأنه خلاص انتهى رزقه في الحياة. أما طول ما أنت عايش فرزقك موجود، ما تقلقش يعني. فخدوها مبدأ، الله يرضى عنكم، وخلينا نتعامل مع الكريم بكرم عشان يقابل كرمنا بكرم. لكن الرأيين معتبرين، فمن أخذ بهذا فله فتواه، ومن أخذ بهذا فله فتواه. نعم. فيما يتعلق بالمال الخاص بالبنك. نعم. تحديدا. جزاك الله كل خير فضيلة الشيخ.